أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. البعض يرى أنه يرى أن عيشه في هذا القرن هذه عيشة مغتنمة، يقول ساعد الله الآباء والأجداد كيف كانوا يعيشون. البعض يرى أن حياته الآن نعم الحياة على وجه الأرض من جهة الرفاهية، ولكن نقول أن هذه الرفاهية مقترنة أيضا بتيسر وسائل الحرام وارتكاب المعصية. هذه الأيام ارتكاب المعصية لا يحتاج إلى جهد جهيد، ومنه الغناء. حديثنا الليلة عن الغناء، نجعل في كل ليلة موضوعا. فيما مضى من الأزمان الغناء واستماع ما يطرب هذا كان من من شيمة السلاطين والأثرياء، لهم مغنية تأتي إلى المنزل أو مغنية ثابتة. هذا الأمر لا يتيسر لعامة الناس. طبعا هذه نعمة أن لا يكون الحرام ميسورا، ولكن في زماننا هذا أولا الغناء والموسيقى صار في أوجه. في الأيام القديمة جهاز بسيط، آلة خشبية، طبلة، مزمار، ما شابه، ولكن هذه الأيام انظروا إلى تنوع أدوات الغناء والطرب. هذا أولا. وثانيا أحدنا بإمكانه أن يجعل في جيبه جهازا من خلاله يسمع لأنواع الغناء. البعض يمشي يسمع الغناء، ينام على الغناء، يسوق دابته على الغناء، وقد يموت على الغناء. إذن هذا الأمر صار شائعا ميسرا. الآن ما هو وزن الغناء أو موقف الكتاب والسنة من الغناء؟ هنالك آيتان في القرآن الكريم ظاهرهما ليس فيه كلمة الغناء، ولكن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم عدل القرآن فسروا الآيتين بالغناء. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الإمام المعصوم إمامنا الصادق عليه السلام يفسر قول الزور بالغناء. إذن الرجس من الأوثان في كفة. الآن الرجس من الأوثان، هل المراد فقط هذه الأصنام؟ الإمام الصادق عليه السلام أيضا يطبقه على الشطرنج. المهم قول الزور مفسر بالغناء في هذه الآية. هذا الكلام كلام باطل. في آية أخرى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث أيضا مفسر بالغناء، أو قل منه الغناء. إذن هاتان الآيتان منطبقتان على مسألة الغناء. هذا في الكتاب. وأما في السنة الروايات مختلفة في أن الغناء ينبت النفاق في القلب. الإنسان الذي يدمن أو يستمع الغناء يعد في زمرة المنافقين. لما؟ لأنه قد يظهر الإيمان، يأتي المساجد، ولكن المستمع للغناء مشكلته أمران. أولا يثير فيه الدواعي الشهوية. طبيعي الغناء هذه الأيام
الغناء المحرم عادة محوره النساء، يتشبب بجمالها، بشعرها، بثغرها، بعينيها، وهكذا. طبيعي هذا الإنسان في قلبه يعيش حالة غرامية، ولهذا عندما يرى امرأة فاتنة يطبق ما سمعه في الغناء على هذه المرأة. رواية جدا جميلة عن النبي الأكرم، أو قل محذرة: الغناء رقية الزنا. كأن الغناء دلال الزنا، الذي يسمع الغناء هذا في طريق أن يزني. ويا لها من ليلة، بعض الناس في ليلة واحدة يجمع بين الغناء وشرب الخمر ويختمها بالزنا أخيرا. هذه ليلة لا تنسى، طبعا لا تنسى في ديوان أهل جهنم، هذه ليلة ليلة. المهم، الغناء مقدمة أخيرا لارتكاب الزنا. كلمة أخيرة وما قبل الأخيرة، بعض الناس هكذا يتورط باستماع الغناء المحرم، أو يكون في مكان فيه غناء، الآن هو في الطائرة، بعض الطائرات يجعل غناء مطربا محرما، في السيارة هكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا أحد يصغي إليه، ماذا يصنع؟ الخطوة الأولى أن يصرف ذهنه، يسمى سمعه سماعا لم يستمعه استماعا. فرق بين السماع والاستماع. السماع أن تتحرك طبلة الأذن، ولكن المضامين لا تصل إلى الذهن. ولهذا المؤمن عندما يمشي في السوق وهناك غناء محرم، عندما يخرج يقال له: ماذا كان يقول هذا المطرب؟ يقول: لا أدري، أنا ما سمعت شيئا. إذن هذا حل من الحلول. والنبي الأكرم في الرواية ملفتة، عندما مر على مكان فيه مزامير وضع إصبعيه في أذنيه. طبعا النبي لو كان بإمكانه أن ينهى لنهى، النبي له ما له من السلطة. الآن كيف جو الرواية لا ندري، المهم النبي وضع يديه في أذنيه، ولعله مثلا في الطريق إلى النهي عن المنكر يسمع شيئا من الغناء، النبي وضع يده لئلا يتحقق سماع واستماع. أما الكلمة الأخيرة، بعض الناس هذا المعنى يقع لأحدنا، مثلا في مكان يسمع فيه الغناء المحرم، يقول: أنا ماذا وزري، أنا إنسان كما يقال مجبور أن أكون في هذا المكان، أمشي في السوق، فيسمح لنفسه أن يسمع شيئا من الغناء المطرب. طبعا هذا المعنى لا يعرفه إلا الله عز وجل، هذا سر القلوب. هذا المعنى وقع لأحدهم، هذا كان جارا لمنزل، هذا المنزل كانت فيه جوار الغناء والطرب، ويضربن بالعود. صاحبنا كان يذهب إلى بيت الخلاء، بيت الخلاء كان بجوار هذا المنزل، فماذا كان يعمل؟ كان يطيل الجلوس، طبعا هو ظاهره يقضي حاجته، ولكن في الأثناء يستمتع بالغناء أيضا. نعم، ذهب للإمام الصادق عليه السلام هنيئا لأصحاب الأئمة في كل صغيرة وكبيرة، كانوا يرفعون الشكوى المسألة إلى إمامهم، فقلت للإمام: يعني أنا أطيل الجلوس حتى أستمع الغناء؟ فقال الإمام: لا تفعل، يكفي هذا المقدار، لا تفعل. يبدو هذا الرجل أراد أن يبين عذرا، قال: والله ما هو شيء آتيه برجلي، أنا ما ذهبت إلى مجلس الغناء،
إنما هو السماع أسمعه بأذني، أنا ما ذهبت إلى مكان محرم. فقال له الصادق عليه السلام: تالله أنت، يعني كيف رجل أنت؟ أما سمعت الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ سمعك هذه الطبلة يوم القيامة تشهد عليك. فقال الرجل: كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي، كأن هذه الآية أسمعها لأول مرة. ثم قال: وأنا أستغفر الله تعالى. إذن إخواني، الذي يرى يعيش هذه الحقيقة أن السمع والبصر والفؤاد يسأل عن حديثنا انتهى الليلة، ولكن فذلك كما يقال، البعض في قلبه يعيش مشاعر سلبية تجاه المؤمنين، حالة الحسد الحقد، يتكلم على مؤمن في قلبه، هذا المعنى لا يظهر لأحد، ولكن رب العالمين يسأل عن فؤاده: لماذا تتكلم على أخيك في قلبك؟ طبعا هذا مو من المعلوم أن عليه عقاب، ولكن قد يكون فيه ماذا؟ عتاب. لماذا تتكلم كلاما باطلا في قلبك؟ إذن من رأى الله عز وجل ناظرا إليه تتغير أحواله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. والفاتحة مع الصلوات.